السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شيوات راديو، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي حلوى اقتصادية وسهلة جدا. بالنسبة للاخوات اللي طلبوا مني انني نقدم لهم حلويات يكونوا بساط ورخاصين، فهذه بالكوك والزنجلان، رخيصة، المنظر ديالها جميل وحتى المذاق. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال هاد الغريبه هادي، غادي نحتاجوا لها 140 غرام ديال الزنجلان اللي محمر في المقله، ما كنحمروش بزاف غير شويه، 140 غرام ديال الكوك، استعملت هاد الكوك الرقيق، خماره واحده، معلقه صغيره ديال الزبده، 3 معالق كبار يكونوا عامرين ديال السكر كلاصي، صاشي ديال بودرة الكاكاو تقريبا معلقة كبيرة، معلقة كبيرة ديال المربى ديال المشماش هذا اللي كيكون جاري، معلقة صغيرة ديال الزبدة، ماشي مشكل نوعية الزبدة، تقدروا تستعملوا اللي كان متوفر عندكم. نبداو على بركة الله بالطريقة. أول حاجة غادي نطحن هاد الزنجلان، كنطحنو مزيان حتى كيرجع ليه هاد الشكل. ودابا غادي نطحن الكوك. بالنسبه للكوك ما غاديش نطحنوه بزاف، غادي ندير له غير واحد الدوره وصافي. صافي بركه. غادي نزيدو دابا على الزنجلان، غادي نزيد دابا السكر كلاصي، بودرة الكاكاو، المربى ما نديروش دابا حتى نخلط مزيان هاد النواشف، غادي نزيد معاهم حتى الخمارة ديال الحلوى. غادي نزيد دابا المربى، معلقه ديال الزبده، وغادي نبدا كنجمع بالبيض. غادي ندير الحبه ديال البيض الاولى، غادي نزيد الحبة الثانية، بالنسبة لي أنا العجينة هنايا ديال الغريبة تقريبا واجدة. غادي ناخد هاد البيضة وغادي نستعمل غير الأصفر ديالها، الأبيض غادي نحتفظ به، غادي نغسل يدي باش نجي نفصل الصفار على البياض. غادي ندير الصفر ديال البيض هنا، وهاد البياض غادي نحتفظ به. غادي نخليه على جنب، نحتفظ به على جنب تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق حتى الكوك غادي يتشرب لنا هاد السوائل شويه، ونرجع باش نكمل معكم الطريق. عندي هنايا ابيض البيض هذاك اللي كان بقى ليا، وعندي الزنجلان، غادي ناخذ كميه من هاد العجين غادي ندوزه هنايا ابيض البيض، ومن بعد غادي ندوزها في الزنجلان. غادي ندوزها دابا في الزنجلان،
حتى هنا في اللاطة اللي غادي تدخل الفران، غندير هنايا واحد الحفيرة، غادي نستمر هكا بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي وندخلهم يطيبوا على نار مهيلة عادي بحال كنطيبوا اي حلوة. بالنسبة لهاد الحلوة ما كطيبش من تحت، كنديروها نيشان من الفوق، يعني العافية كتكون تحت منا، كنخليوها حتى كطيب وكنرجعوها للاسفل غير باش كنتاكدوا ان الجهه الفوقانيه صافي راها طابت، وكنخرجوها ما كنخليوهاش في الجهه التحتانيه بزاف. هنا من بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها. عندي هنايا شويه ديال الناطاج، غادي نزيد ليه شويه ديال النكهه ديال الفريز، وغادي نزين به من الفوق. تقدروا تزينوا حتى بالمربى ديال المشمش. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم هذا بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. والى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير، السلام عليكم.